مصر بتتكلم حرفي، ده شعار النسخة رقم 65 من معرض ديارنا، واللي هينطلق خلاص خلال يومين. فرصة مهمة جدا على فكرة لتسويق منتجات المشاركين من مختلف محافظات الجمهورية. كمان المعرض بيستهدف حماية الهوية والتراث وكمان الحرف التراثية والمتوارثة من آلاف السنين، وإنها كمان تحافظ عليها وتحميها من إنها تندثر. خلينا نعرف أكتر عن التفاصيل وعن معرض ديارنا وجديد النسخة دي من الأستاذة شيرين عاصم، مستشارة وزير التضامن للتسويق والمعارض. صباح الخير عليكي، منورانا. صباح الخير. صباح الخير. حاجات تجنن يعني، قبل بقى نبتدي نتكلم عن حاجات تجنن، انا عايزه اجي اقعد جنبك اصلا من كتر الحاجه تحفه. شغل ايدي البنات والستات تسلم ايديهم. خلينا نتكلم كده عن تفاصيل بتاعه الحاجات، بس بعد ما نقول بقى بسرعه برضو التفاصيل عن معرض ديارنا. اوكي، زي ما قلتوا النسخه 65، المعرض على مساحه 2800 متر، عندنا تقريبا 400 عارض، وبنحاول برضو نوفق شويه اوضاع، ناخد ناس صغيره في اماكن على طاولات، بحيث ان احنا ندي فرصة اكبر لكل الناس انها تعرض معانا، لان المعرض مدته 17 يوم. المعرض من 10 الصبح ل 10 بالليل في كايرو فاستيفال سيتي، ونتمنى ان الناس كلها تشاركنا وتيجي تتفرج على الحاجات الحلوة دي. لا، هي الناس بتروح وناس حريصة ان هي تروح، وكل سنة واحنا بنشوف الاقبال بيكون عامل ازاي، ودليل ده ان احنا عندنا نسخة 65 بالظبط، وكمان قبل عيد الام وقبل رمضان، فهيلاقوا كل المنتجات اللي بيدوروا عليها. طيب زي ايه بقى؟ عندنا بقى اكسسوارات منزليه، عندنا ازياء، عندنا مفروشات منزليه، عندنا خزف، اخشاب، انواع مختلفه من الاخشاب. في كميه حاجات، يعني انا جايبه بس مجرد عينات من الشغل، بما ان ضيف الشرف بتاعنا السنه دي واحد سيوه، فانا جبت منتجات سيوه عشان افرجكم الحاجات اللي بتتعمل. جبت حاجات من سانت كاترين، جبت حاجات من شمال سيناء، التطريز. احنا بنتميز بالحاجات دي، والحاجات دي مهم انه مش بس الحرفي يقعد يشتغلها، مهم ان انا احط المصمم مع الحرفي فيطلعوا بالحاجات التراثيه بلمحه عصريه. يعني حاجه انا اقدر البسها النهارده. طيب احنا هنتكلم طبعا عن كل المعروضات، لكن عايزين نتكلم عن اللوجستيات، الترتيب، التواصل مع العارضين. احنا في نسخه 65، هل العارضين هم بتوع كل نسخه ولا بنحاول احنا نجدد؟ كل مره ان احنا نجدد وندخل ناس جداد. احنا بيبقى عندنا لجنه موجوده، العارض بيملا استماره اونلاين وبيابلود الصور، واحنا بناء عليه بنختار الناس الجديده. بس كل معرض لازم ندخل ناس جديده، وطول ما احنا ماشيين في بازارات في اي حاجه لازم نشوف عارضين جداد، لازم نشوف منتج جديد. في ناس جديده لنفس الحرف ولا حرف جديده كمان ما كانتش موجوده فبندخلها؟ في ناس بتدمج كذا حاجه مع بعض، فبالتالي بيطلع لي منتج مختلف. الفانكشن بتاع البرودكت هو اهم حاجه. هو ممكن يكون حد بيعمل منتج في القريه، بس المصمم بيوظفه ازاي، او اللي بيشتريه بيوظفه ازاي، وظيفه المنتج، اخلق للمنتج كذا وظيفه. المصمم هو اللي بيقول للحرفي اعمل كذا، ولا الحرفي هو اللي بيقعد يركب الالوان وهو اللي بيختار الشكل اللي هيطلع بيه الحاجه؟ مين بيعمل ايه في الحرفه؟ الحرفي عاده له في الصنعه وفي الحرفه انه يعملها. المصمم لما بيدخل بيظبط الالوان، لازم اكون مواكبه للعصر، لان انا عايزه المنتجات دي تتباع. فبالتالي لو انا مثلا هاخد مثال السجاد، لو انا بصنع سجاده بالالوان بتاعه زمان اللي كان فيها ورد اللي فيها كحلي واحمر، يمكن ده مش ده المطلوب النهارده. انا لازم انتج اللي السوق طالبه، لان انا لما بنتج السوق طالب ايه، بالتالي المنتج بيبقى مسوق نفسه. غير ان انا ابقى بنتج حاجه وعماله بدفع فلوس علشان احاول اسوقها. خليني اركز في الانتاج وجوده الانتاج اكتر من اني اركز في اني اسوق. احنا عايزين نعرف ايه اللي جنب حضرتك دي. لمبه او اباجوره من الملح من واحد سيوه، ملح صخري. الملح الصخري ده حاجه مفيده للناس، بتشع علينا طاقه ايجابيه، بتديفلكت النيجاتيف انرجي اللي طالعه من الموبايل، من التلفزيون او من الراديو. كويسه للناس اللي عندها ازمه او عندها مشاكل في التنفس. بقى دلوقتي في مصر حاجة اسمها سولت كيفز، كهوف للملح، وفي أوض للملح، الناس بتروح تقعد فيها لمدة ساعة
علشان التنفس. فبالتالي لو أنا عندي طفل مثلا عنده أزمة، أنا ممكن أعمل له حيطة في الأوضة كلها ملح، فبالتالي أساعد. مش ده إن أنا أصفره كل شوية؟ بالظبط. أسهل إنه أعملها له في البيت. فأنا شايفة إنها شكلها حلو، ليها منافع وفوائد كتير، فبالتالي حبيت أجيب شوية حاجات الجمهور يتفرج عليها. هنشتري إن شاء الله، هنشتري أكيد. فكرة التعامل مع الحاجات اللي موجودة في ثقافتنا وفي تراثنا، وكمان موجودة بوفرة وقريبة يعني في الفلوس. يعني احنا عندنا في ثقافتنا نستخدم المية والملح في التنظيف مثلا. بالزبط. ان احنا نقوم قايلين في المناسبات رشوا الملح 7 مرات. يعني في حاجات شبهنا كده وقريبة مننا، ازاي بقى غيرنا الموضوع ان هو حاجة قد تكون تميل للشعبية لشكل في منتهى الشياكة والأناقة، وفي نفس الوقت يقوم بالفعل اللي هو المفروض يقوم بيه زي ما احنا شايفين قدامنا اللمبة الخاصة بالملح. اللمبة دي هما طريقة التصنيع بتاعتها بتبقى زي كأنك بتقطع رخام، يعني في مكنة كأنك بتقطع رخام. ممكن يعملها بالطريقة دي، وممكن يعمل فيها مثلا خطوط، هو بيتحكم في شكلها. وممكن تبقى حاجة شكلها إنها لايف إيدج، حتة ملح مجوفة جواها لمبة جواها شمعة، ليها على شكلها حسب برضو. أنا بوظفها إزاي. الديزاينر بيطلب من الحرفي يعمل إيه، بارتفاع إيه، بقطر إيه، بناء على اللي مطلوب في السوق. عظيم. طب احنا عاملين بناء على اللي مطلوب في السوق، وبنعمل عشان نبيع، الاسعار عامله ايه؟ ده مهم. انا عارف طبعا ان اي حاجه هاند ميد لازم يكون سعرها غالي عن الحاجات التانيه، لان فيها مجهود كبير وفيها تعب، ده بكل تاكيد. الحرف بتعتمد على انها ما بتصنعش كميات. دايما لما ما بتصنعش كميات السعر بيبقى اغلى شويه. لانه انا ما اقدرش، انا مش مصنع، مش هقدر اصنع لك كميات، مش ما عنديش خط انتاج. انا فاهم بالظبط. مش هقدر اطلع لك 1000 حته لو انا بشتغل بايدي نفس الحجم نفس الوزن نفس. لكن الهاند ميد بره، انا بتكلم بقى على الفرق ما بين الهاند ميد بره وفي المعرض عندكم. احنا الناس بتاعتنا العارضين متواجدين في حتت، في اوقات المحلات بتطلب منهم. احنا بنعمل المعرض لان المعرض ده بيبقى فرصه تسويقيه للناس، مش كل الناس بتقدر توصل للمحلات. فبالتالي وزارة التضامن دايما بتساعد الناس ان احنا بنعمل لهم معارض. عندنا معارض دايما في الوزارة، وعندنا معارض دايما في مؤسسة تنمية الأسرة والمجتمع. دي بتعرض منتجات الأسر المنتجة عشان تساعد الناس اللي مش قادرة تيجي القاهرة انها يبقى عندها فرصة لتسويق منتجها. وعندنا تبع الوزارة مركز للنماذج، اشتغلوا على النماذج. انا لما روحت هناك انا شفت حاجات يعني حلوة جدا، لدرجة ان انا ما تخيلتش ان دي مصنوعات من الاسر المنتجة. الخيامية، طريقة توظيف الخيامية على مفرش، بدل ما يشتغل بقماش قط اشتغلوا على قماش اورجانزا، وعملوا ستان، وعملوا الاشكال بتاعت الخيامية. ودي كانت حاجة انا الحقيقة لما روحت هناك انبهرت. ومعالي الوزيرة يعني بتفعل الموضوع ده جامد جدا، لانه محتاجين ان احنا نمكن اصحاب المشاريع المتناهيه الصرف. صحيح. اللي حابب الهاند ميد واللي حابب حاجه باللغه الدارجه كده زي ما بنقول الغاوي لحاجه زي كده، بيبقى عارف الميعاد وبيبقى مستعد وبيجي يعمل من قبلها الاوردر، او هو مقرر يعني انا عايز اعمل سجادتين مثلا في الريسبشن. احنا عارفين ان الهاند ميد لا يمكن هتطلع السجادتين زي بعض بالظبط، هتطلع نفس الاطار نفس الالوان، لكن الرسمه الورده هنا هتبقى مختلفه عن الورده هنا، الزاويه، الشكل، الفراش، ايا كان الشكل. بيبقى قايل من قبلها ولا هو بيجي ياخد قطعه موجوده بالفعل؟ في ناس لما بتيجي المعرض بتاخد قطعه، وبعدين ساعات يقول لك لا، طب انا انت ممكن تصنع لي الطلب بتاعي. فبناء عليه كل حد بيعرض في المعرض عنده مكان بيصنع فيه. يعني بالنسبة مثلا المثال اللي حضرتك قلتيه للسجادة، انت عندك كذا حتة في الجمهورية بيصنعوا الكليم والسجاد. فممكن يصنع له بناء على طلبه، بمتطلبات بقى عايزها كام غرزة، عايزها نوع. لا ما بيدخلش كده، ما بيدخلش في التفاصيل، ما بيدخلش في كام غرزة الا لو هو حد فاهم قوي. عادة احنا بناخد بالشكل، ودلوقتي زي ما حضرتك عارفة الكليم بقى موضة، فكلنا بيوتنا بقت كليم بدل السجاجيد. صحيح.
طيب الجزء تاني ومهم برضو من الموضوع زي ما كنا بنتكلم هي دعم الأسر المنتجة، هو تجميع كل هؤلاء العارضين في مكان واحد عشان أسهل على الناس في أنهم يوصلوا للعارضين بمنتهى السهولة، وزي ما كانت منا بتقول كل واحد بقى بيكون ليه توجه أو كل واحد عايز حاجة بيروح لها. احنا عندنا أكتر من 150 معرض للأسر المنتجة من 2015 لحد دلوقتي. معرض جارنا ده بيتعمل من الستينات، فده معرض قائم، ده أول معرض في الجمهورية للحرف اليدوية. بعد كده ابتدينا بقى في 2016 نعمل معارض متخصصة للحرف، ولكن معرض زيارنا ده بقاله سنين بيتعمل. يعني احنا لما بنقول الدورة ال 65 المعرض ده بقاله 65 سنة بيتعمل. السنة بيتعمل فيها كذا معرض لزيارنا، بحاول أكون متواجدة، أنه أكون متواجدة مثلا في الساحل، أكون متواجدة في الأقصر، في محافظات مختلفة. ولكن هو معرض أول دلوقتي جايبين سيوة ضيف شرف. سيوة ضيف شرف كل سنة بناخد حد. السنة اللي فاتت كانت النوبة، مرة كانت أسوان، مرة كانت الفيوم. يعني كل سنة بناخد محافظة، بنحاول دايما ندعم المحافظات الحدودية. الفرص اللي المعرض ده بيخلقها بتمكن الناس، لما بحط الناس في المعرض وبيجيله حد بيشتري منه، بياخد الكارت بتاعه، بياخد نمرته، بيعمل طلب تاني او بيطلب حاجة مخصوص، فبالتالي كده انا بخلق للعارض قاعدة من العملاء. لما بيبقى عنده قاعدة من العملاء بيبقى عنده استدامة في الدخل، فبالتالي انا بمكنه طبعا، فببقى بساعد في دفع عجلة الاقتصاد. احنا لما بنيجي نعمل نبين شغلنا الحلو المختلف المتميز بنقول ان ده بيبقى فيه نوع من انواع التأصيل والتوثيق لثقافتنا، وان كل حاجة بتاعة المكان بتاعها. احنا عارفين ان احنا في سينا كده قريبين بينا وبين فلسطين، يعني اراضينا مش بعيدة، وتلاقي حتى اللبس الرسمي بتاعنا مش بعيد عن بعض. بنحاول ازاي نأكد على اختلافنا في نقاط معينة موجودة في الجلابية ولا في الشال ولا في الطرحة اللي بتتلبس على الشال؟ بالنسبة مثلا لغرزة شمال سينا، هي قريبة قوي فعلا زي ما حضرتك قلتي من فلسطين. الديزاين الكات بتاعة العباية بتفرق. بنحاول دلوقتي انه ممكن لو عملت القصة تقليدية بحاول اشتغل مثلا ألوان الشغل مختلفة. عادة شمال سيناء بتلاقيه أحمر بفوشيا ببرتقاني بأصفر، ألوان زاهية. هنا دي جمعية من الجمعيات، وده شال قديم أنا جبته من الألفينات. دي كانت جمعية من الجمعيات عاملة الألوان مختلفة. فهنا أنت بتغيري، يعني أعتقد أن دي أنا ممكن ملبسش حاجة فيها مثلا لون أحمر الصبح وأنا رايحة الشغل، بس انا اعتقد الالوان دي انا ممكن البسها الصبح. صح. ودي بقى مش ماشيه تبع الموضه، دي قطعه هتبقى معايا في دولابي لغايه لما يعني اديها بنتي وبعدها. وابتدينا دلوقتي بالدمج مع المصممين، ممكن المصمم ياخد دي يعملها بونشو لو هي مثلا اعرض شويه، ممكن تبقى يفصلها يحط حته في عبايه. يعني الشيلان التالي بتشتري شال على بعضه، هو بيقص منه حتت وبيطعمها في الحاجه اللي هو بيفصلها، والباقي ممكن ناخده عشان ما يبقاش عندنا هادر نحطه مثلا على خدديه في البيت، نحطه في تابلو، بحيث انه اعاده تدوير، ان انا ما يبقاش عندي اي مخلفات من المنتجات بتاعتي. طب عايزين نشرح باقي المنتجات. باقي المنتجات انا هنا جبت دول، ده شمال سينا عشان اوري الفرق في التطريز ما بين شمال سينا اللي هي الغرزة الكروس ستيتش، وهنا التطريز بتاع سيوة وألوانه قبلي، ألوان جامدة. في ديزاينرز ابتدوا يشتغلوا نفس الموتيفات بس بألوان مختلفة، ثلاث ألوان بس، بحيث ان هو زي ما قلت حضرتك الألوان دي ممكن تكون صارخة بالنسبة لبعض الناس، وفي ناس بتحبها، وفي ناس بتحب الباج جراي والبلاك تونز، فممكن نعمل نفس الموتيفات ونفس الغرزه بس بلون تاني. هنا ده كليم من سيوة انا جايباه، جايبه تطريز اللي هو بالخرز اللي من سانت كاترين. ده اللي في الشنطه. فين الديزاينرز انهم ياخدوا ده وتتقلب كلاتش سواريه؟ لا دي لو هاخدها للديزاينر. فين اعاده توظيفها؟ لا دي اعاده توظيفها دي هطلب منها انها
هديها قماشه وهقول لها اشتغلي لي ده بالاشكال بتاعتك بس على حته قماشه، وانا هاخد القماشه اوظفها. يعني انا ممكن اخد اي تطريز من ده لو اشتغلته على شريط او على كوردون ممكن ابيعه بالمتر، ممكن اشتغل لونين على حسب طلب الديزاينر وعلى حسب هو هيوظفه في ايه. وهنا انا هي بتبيع حاجه المستهلك طالبها، مش بتعمل حاجه وقاعده مستنيه حد يشتريها. صحيح، باين جدا الحلاوه والجمال. قبل ما نطلع على الهوا ما كنتش شايفه الشال من قريب، فلسه كنت بقولك بجد كل الحاجات هنمن ولا في حاجات ممكن تكون اشتغلتش ولسه كنت بتلخبط. قلت لي لا دي هنمن، قلت لك معقوله بالدقه دي وقد ايه السيمتريه اللي موجوده بين الرسومات؟ قلت لي ايوه هما وصلوا لهذه المرحله من الدقه. نورتينا وشرفتينا واسعدتينا بعرض الفنانين سواء بقى المصممين او الحرفيين اللي عملوا الحاجه المحترمه دي. نورتينا شيرين، اهلا وسهلا. ميرسي، شكرا جزيلا بيك.